بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله جل وعلا رغب في الآخرة لأنها هي المقر وهي الدائمة، وأما ونهى عن الاغترار بزهرة الدنيا لأنها زائلة وفاتنة، ونهى عن الغرور وهو الشيطان، نهى عن الاغترار بالدنيا، ونهى عن الاغترار بالشيطان ووساوسه. فإذا سلم العبد من هاتين الفتنتين، فتنة الدنيا وفتنة الشيطان، سلم، فهما أخطر فتنة على الإنسان. وكم هلك بسبب الاغترار بالدنيا من أمم، وكم هلك بسبب الشيطان من أمم، فخطرهما خطر عظيم. نعم. وبعض الناس أو كثير من الناس يقول: الدنيا حاضرة، وأما الآخرة فهي وعد آجل، فلا نترك الشيء الحاضر لشيء آجل. وهذا لعدم إيمانهم، أنهم لا يؤمنون بوعد الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: إن وعد الله حق. لكن هذا يحتاج إلى إيمان. الذين آثروا الدنيا على الآخرة، هؤلاء ليس عندهم إيمان، ماديون كما يقال الآن، هؤلاء ماديون. وأما العكس وهم الذين آثروا الآخرة على الدنيا، فهؤلاء هم المتقون، وهم أهل العقول، وهم أهل البصيرة، ولكنهم قليل بالنسبة للصنف الأول. نعم. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. وهكذا، هذا من عدم إيمانه. ذرة موجودة خير من درة مفقودة، يعني يعنون بذلك الآخرة. الآخرة بزعمهم أنها وعد ومؤجل، وأما الدنيا فهي حاضرة، فلا تترك الحاضرة. الله جل وعلا يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلا يؤثر الآخرة على الدنيا إلا مؤمن، ولا يؤثر الدنيا على الآخرة إلا كافر أو منافق. نعم. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة، ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين بالشك. بل بالعكس، لذات الآخرة هي المتيقنة، لأن الله وعد بها، وعد الله حق. وأما الدنيا فهي متاع، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لكن المؤمن يعتبر الدنيا دليلا على الآخرة، الذي أعطى هذا في الدنيا وهذا خير في الدنيا وعجل هذه الأشياء في الدنيا، هو قادر على أن يجعل أكثر منها وأعظم منها في الآخرة، فهم يعتبرون بها، يستدلون بها، لا أنهم يأخذونها بدلا عن الآخرة. نعم. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. نعم. والبهائم والعجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت،
وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. البهائم تتجنب الخطر، البهائم تتجنب الخطر فلا تقدم عليه وهي بهائم. أما بعض كثير من بني آدم ويقدمون على الخطر والضرر وهم ينظرون إلى لذة عاجلة ولا يفكرون في العقوبة الآجلة. نعم. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. نعم. وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، جوابه إنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة؟ قولهم النقد الحاضر خير من النسيئة، يعني من المؤجل، هذا ليس على إطلاقه. إذا تساوى النقد والمؤجل لا شك أن النقد أحسن، وأما إذا كان المؤجل خير بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أما إذا كان المؤجل خير من العاجل فلا شك أن العقلاء يطلبون الخير، فلا يأخذون شيئا عاجلا قليلا ويتركون آجلا أكثر وأحسن وأبقى. مثلا الآن تعامل الناس يؤثرون بيع المؤجل على بيع النقد إذا كان المؤجل فيه زيادة، إذا كان بيع المؤجل فيه زيادة فإنهم يؤثرونه على بيع النقد القليل، هذا دليل على أن المؤجل إذا كان أحسن وأكثر أنه هو الأولى. نعم. كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، كنفس من الأنفاس، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع قليل. فضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الذي يدخل أصبعه في البحر هل ينقص البحر؟ لا ينقص البحر ولا يخرج بشيء من البحر إلا بلل يسير. هذا مثل الدنيا والآخرة، الآخرة بحر والدنيا مثل البلل الذي يعلق بالأصبع إذا غمس في البحر. نعم. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. نعم. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ نعم، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بالنسبة للآخرة قليل، فكيف بعمر الإنسان وهو جزء من الدنيا لا يساوي شيئا. الإنسان ينظر مصيره ومثواه الذي لا خروج له منه، ولا ينظر إلى عاجل أمره الذي هو مؤجل والذي هو مؤقت وسريع الزوال. فما عمرك إلا يسير من هذه الدنيا، يسير من يسير. نعم. فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده؟ خطر له. أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ نعم. فأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك، فإن كنت على يقين من ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له، وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته
وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم رب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا أو لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته وجوانبها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ نعم. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. نعم، إذا تأمل الإنسان عناية الله بهذا الآدمي من حين كونه نطفة في بطن أمه إلى أن يخرج إلى الدنيا سخر له أبويه وهو صغير اعتنيا به، ثم لما كبر الله جل وعلا أمره ونهاه وبين له، هذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لم يخلقهم عبث ولم يتركهم سدى، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولم يكن نطفة من مني يمنى، وكان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي قدر على بداية الإنسان وتكوينه وإنشائه ورزقه ودرجه في الحياة قادر من باب أولى على أن يعيده ويبعثه ويجازيه على أعماله في هذه الدنيا. ما خلق الله هذا الخلق لأجل أن يفنى ويزول، بل خلقه لحكمة، خلقه لغاية ونتيجة لا بد منها، ونتيجة الدنيا هي الآخرة. كل ما يعمل في الدنيا من خير أو شر فجزاؤه في الآخرة. لا يتركون الناس بدون جزاء، يترك المحسن بدون جزاء ويترك المسيء بدون جزاء. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. نعم، لابن القيم كتاب اسمه أقسام القرآن أو أيمان القرآن، ذكر فيه الآيات التي أقسم الله بها وفسرها وبينها، هو كتاب نفيس. نعم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. وأن الإنسان دليل على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. نعم. فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. نعم، هو مغبون على كلا، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وترك العمل وآثر الدنيا فهذا دليل على عدم عقله وعدم فكره، كيف يؤمن بشيء ويتركه؟ وإن كان لا يؤمن فالخسارة أشد. نعم.
فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يقيمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب. أحدها ضعف العلم ونقص ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصل. نعم. قول على التقدير الأول، إذا كان الذي آثر الدنيا على الآخرة يؤمن بوعد الله، فكيف يترك؟ ما دام أنه يؤمن كيف يترك الآجل ويأخذ العاجل مع أنه يؤمن بوعد الله؟ قال: نعم، هناك عوائق. هو يؤمن لكن هناك عوائق، فتنة الدنيا وساوس الشيطان وضعف العلم كلها تحصل عند الإنسان ولو كان يؤمن، الشيطان يوسوس له والنفس أمارة بالسوء والشهوات فاتنة وضعف العلم عنده أيضا، كل هذه أسباب في أنه يؤثر العاجل على الآجل وإن كان عنده إيمان بالآجل. نعم. فصل. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور. نعم. فصل. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور. والغرور. نعم، حسن الظن والغرور. اللي حسن الظن هو الذي يحسن الظن بالله عز وجل ويعمل الأسباب، ما يحسن الظن فقط ويترك الأسباب، هذا هو الظن المحمود. تظن بربك الخير وتعمل الأعمال الصالحة التي تستحق بها أو تنال بها رحمة الله عز وجل، هذا هو الظن المحمود. أما الذي يحسن الظن بالله ولا يعمل ويبارز الله بالمعاصي والمخالفات فهذا ليس من حسن الظن، وإنما هو من الغرور، هذا غرور. ففرق بين الغرور وحسن الظن. نعم. فصل. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل هذا هو. نعم. وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، فهو ظن صحيح وظن محمود. نعم. وإن دعا إلى البطالة والإنهماك في المعاصي فهو غرور. من يقول يعمل ما يشاء من المعاصي والله غفور رحيم ولا يتوب ولا يترك المعاصي ولا يعمل الطاعات ويقول الله غفور رحيم، هذا غرور، هذا غرور بالله عز وجل. الله جل وعلا كما أنه رحيم فهو شديد العقاب، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فلا تأخذ جانب وتترك الجانب الآخر، تأخذ المغفرة والرحمة وتترك شدة العقاب.
خذ هذا وهذا. نعم. فحسن الظن لا يقنطك برحمة الله، والخوف من العقاب لا يترفك تعمل المعاصي وتتساهل فيها. نعم. وحسن الظن هو رجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح. نعم. ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريط فهو المغرور. نعم. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها وما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقي، وتعاهد الأرض لعدة الناس من وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. هذا مثال محسوس. لو كان لك أرض زراعية تركتها، لم تصلحها ولم تبذر فيها زرع ولم تغرس فيها غرس، وتقول هذه تبي تغل علي أمر وحبوب وفواكه وانت ما عملت فيها شيء، وش يعدك الناس؟ يعدونك مجنون، يعدونك مجنون. لا بد، لو بغيت ان الارض تغل لا بد انك تعمل الاسباب، تصلحها وتقود الماء اليها وتغرسها وتزرعها وتواليها، هذا هو الحزم. اما ارض بدون عمل فكذلك حياتك، حياتك هي ارضك. انسان انك غرستها وزرعتها وواليتها أثمرت، وإنك تركتها واعتمدت على الرجاء هذا جنون وحمق. نعم. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. كذلك من الأمثلة المحسوسة اللي يبي ذرية ولا يتزوج، فما يجيه ذرية إذا ما تزوج، لأن الزواج سبب للذرية. فإذا كان أنه ما يتزوج ويقول الإنسان الله قاسم لي ذرية تبي تجي، هذا حمق. لابد من التزوج وعمل السبب حتى يحصل لك الأولاد. الله ربط الأشياء بأسبابها. نعم. وكذا فهذا مثل الآخرة، الآخرة ما تحصل إلا بعمل، لا تحصل إلا بعمل، عمل صالح، تجنب للمعاصي. نعم. الله. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. نعم. هذا دليل على أنه ما يكفي حسن الظن، لا بد من العمل. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ما صاروا يرجون رحمة الله وتركوا الهجرة، تركوا الجهاد، وتركوا العمل الصالح، بل لما رجوا الله عملوا هذه الأشياء، عملوا الجهاد وعملوا الهجرة وآمنوا بالله عز وجل. نعم. وقال المغترون فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق. لا أعد الآية. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. نعم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ما عملوا هذه الأشياء إلا لأنهم يرجون رحمة الله، ما اقتصروا على الرجاء، وإنما قدموا الأعمال حتى يتحقق لهم الرجاء. نعم. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. نعم. وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرئين على محارمه، أولئك يرجون رحمة الله. أي نعم، عكس الآية، يقولون أنهم يرجون رحمة الله ولا يمنعهم ذلك من البغي والعدوان
والكفر وفعل الفواحش، هذا غرور والعياذ بالله. لو كانوا يرجون رحمة الله لتركوا هذه الأشياء. فالرجاء له أسباب والعقوبة لها أسباب، إذا كنت ترجو فأعمل الأسباب الصالحة وتجنب الأسباب السيئة، وإلا مجرد الرجاء هذا لا يفيدك شيئا. ولهذا رد الفقهاء والعلماء على المرجئة الذين يقولون أنه يكفي الإيمان ولو لم يعمل. الأعمال ما هي بضرورية، يكفي الإيمان، الإيمان بدون عمل لا يكفي وليس إيمانا، لا بد يكون الإيمان مصحوبا بالعمل وإلا لم يكن إيمانا. فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، متلازمان شيء واحد. نعم. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله إليها ويجعلها موصولة إلى ما ينفعه، موصلة وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها. نعم، هو هذا الجمع بين الأسباب والتوكل على الله، هذا هو الطريق الصحيح. أما الاقتصار على التوكل على الله وترك الأسباب هذا غلط، كذلك العكس، الاعتماد على الأسباب وترك التوكل على الله هذا غلط، لابد من الجمع بينهما، توكل على الله مع فعل الأسباب. نعم. فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور، أحدها محبة ما يرجوه، نعم، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. نعم، هذه لا بد منها، من رجا شيئا فلا بد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يحب هذا الشيء، إذا كان لا يحبه فإنه لا يسعى في تحصيله. الشيء الثاني أن يخاف من فواته، يخاف من فواته، فلذلك يبادر بطلبه. نعم. الثالث إيش؟ الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. الثالث سعيه في تحصيله، سعي، ما هو بس يخاف، يحب ويخاف ولا يسعى، لابد من اجتماع الأمور الثلاث، محبة الشيء والخوف من فواته والسعي في تحصيله. إذا توفرت هذه الأمور فإن هذا هو الطريق الصحيح. نعم. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، من الأمور الثلاثة، نعم، فهو من باب الأماني. نعم. ورجاء شيء والأماني شيء آخر. الأماني لا قيمة لها، إن الإنسان يتمنى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يريد الجنة لكنه ما يعمل شيء، لا يعمل أعمال صالحة ولا يترك الأعمال السيئة ويريد الجنة، هذا أماني، هذه أماني، والأماني غرور. نعم. فكل راج خائف، نعم، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. نعم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم، هذا اللي يرجو الجنة يخاف من فواتها، ولذلك يبادر بالأعمال الصالحة الموصلة إليها ولا يتكاسل ويقول أنا أبي الجنة ولا يعمل شيء. نعم. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. نعم، أهل الإيمان يجمعون بين الخوف والرجاء، خافون الله ويرجونه، كما ذكر الله عن أنبياء يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه سبحانه، خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون.
ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف، يجمعون بينهما. هذا هؤلاء هم أهل الإيمان الذين يجمعون بين الخوف والرجاء. أما الذي يأخذ الرجاء فقط فهذا مرجي، وأما الذي يأخذ الخوف فقط فهذا خارجي من الخوارج. نعم. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا من الطاعات وهم يخافون من الله سبحانه وتعالى، وقلوبهم وجلة، لا يعتمدون على أعمالهم بل يخافون من الله جل وعلا، فهم يجمعون بين الخوف والرجاء ويعملون، لا يعطلون الأعمال، يعملون هذه الأعمال الجليلة وقلوبهم وجلة يعني خائفة من الله جل وعلا. نعم. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. فقد روي من حديث أبي هريرة أيضا. نعم. هل سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ يؤتون ما آتوا يعني من المعاصي ويخافون منها؟ قال: لا، هم الذين يعملون الصالحات ويخافون أن ترد عليهم، يخافون أن ترد عليهم أعمالهم ولا تقبل. نعم. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، ذكره أحمد عنه. نعم. الصحابة على هذا المنوال يخافون من الله جل وعلا ويرجون رحمته، لذلك قاموا بالهجرة والجهاد وإنفاق الأموال، وقاموا بالأعمال الصالحة الشاقة، ولم يقتصروا يقولون نحن صحابة رسول الله ونحن أفضل الأمة وتركوا الأعمال، بل هم أسبق الناس، هم أسبق الناس إلى الأعمال الصالحة، وأشد الناس خوفا من الله، وأكثر الناس رجاء لرحمة الله عز وجل. هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. هذا أبو بكر مع صحبته لرسول الله وفضله وسابقته في الإسلام وأعماله الجليلة يقول هذه المقالة من شدة الخوف، ما يعتمد على أعماله يقول أنا سويت وأنا عملت وأنا وأنا، أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. نعم. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. نعم. وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعته من التسبيح. ضيعت. أحسن الله. وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. نعم. فلما احتضر قال لعائشة: يا بنية. احتضر. نعم. أحسن الله. فلما احتضر قال لعائشة: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. نعم. مع أعماله الجليلة وفضله رضي الله عنه، عند الموت خاف أشد الخوف، وبادر بأداء ما عنده من بيت المال خشية أن يموت وهو عنده،
من شدة خوفه من الله عز وجل. نعم. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب. نعم. وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاءه حتى مرض وعادوه. نعم. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض، عساه أن يرحمني. ثم قال: بل ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا ثم قضى. نعم. وهذا عمر عند الموت، هذه مقالته وخوفه من الله عز وجل مع ما له من الفضل والمكانة والجهاد في سبيل الله والهجرة والسابقة في الإسلام. نعم. ما قال أنا ما علي، وأنا ما أنا بخايف من شيء. نعم. وكان يمر بالآية في ورده بالليلة فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس رضي الله عنهما: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو، لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم. هذا من خطبة علي رضي الله عنه، وهي جليلة المعاني واضحة الألفاظ. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فكيف عملت فيما علمت. وكان يقول: أو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت؟ لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولا وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وحمر ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الداعي ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه. قال البخاري في هذا كل نماذج من خوف الصحابة، ولم يعجبوا بأنفسهم وأعمالهم، إنما مع أعمالهم الجليلة يخافون من الله عز وجل، فلا يأمن الإنسان ولو كانت أعماله جليلة، فكيف بالمقصر اللي أعماله قليلة أو ليس عنده أعمال ولا يخاف من الله عز وجل. نعم. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. يكفي، نقف عندها.